داك اخويا محمد من مراكش، دا خدام فهادشي ديال لاكواف مونتاجي. وبالنسبه لهنا راه المحل جا في موقع زوين، هاد المحل هذا راه جا في موقع زوين في المدينه. هنا هاد المدينه هادي راه مكان تيجيو ليه السياح، والخدمه راه زوينه هنايا. كنصح الناس باش يجيو لهاد المحل هذا، راه زوين. بروسيزو سميتو تقريبا. دابا انا شي متاجلت 10 سنين هادي تقريبا، باش بديت انا هاد الطومين هذا ديال لاكواف. وخدمت لي خارج البلاد وبزاف المدن، خدمت فيهم بزاف البلدان، وزوينه هي، فيها بزاف ديال بحر. تبقى كل مره تعلم حاجه، هادشي اللي كاين. تعلمتها على حساب، يعني تعلمتها في مدرسه وهي موهبه في نفس الوقت. صافي وبقات هاكم تعلمتها في المدرسة و الحمد لله. يعني الموهبة، يعني شي حاجة اللي بغيتيها ودخلتيها لدماغك مزيان، وفهمتش كيفاش راه تتولي موهوب فيها وتتفنن فيها، خصوصا إذا كنتي تحب هاديك المهنة اللي بغيتي انت. ما لا كنتي مبزع عليك ولا شي حاجة، راه ما غاديش دير فيها شي حاجة. حيتاش دابا حنا تنواكبو التطور، يعني أي حاجة بانت جديدة خصنا نطبقوها. مثلا الصباغه، مثلا ليميش، اي حاجه بان جديده تنطبقوها. اين فوا كتبان في الدول الاوروبيه كتطبقينها في هذا المحل. هذا المحل هذا راه بروسيسور عنده واحد الفروع اخرين في بلدان اخرين، وهما اللي تنسبيرو حنا. دوك اي حاجه جديده كتبان عندنا هنا كنطبقوها. زمان كورونا كانت القضيه شويه على حساب السياح، ما حنا تخدموا هنا بزاف مع السياح، كانت القضيه شويه يعني. وكان حتى الوقت كان ديك الوقت ديال الثمانيات اللي تتحبس القضيه، مي تنخدموا بسميتو تنمشيو عند الناس، تنتبلاصاو عندهم في نفس الوقت، يعني مزيانه في كلتا الحالتين. المهم ماشي كاع ديك الدرجه. دابا الحمد لله القضيه زوينه، والناس راه شتي المكان خدام مع الكورو بزاف. تنقول لهم مرحبا بكم، هذا المحل راه محل زوين، مرحبا بهم. عارف مرحبا اش تنقول لهم. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.